ممكن لمسة واحدة. طبعا بقى يعني طارق النهارده هيلعب ضد القدوة والأسطورة كابتن أحمد الكاس. أيوه كاسو أحسن. في تجهيزات كبيرة. حبيبي زيزو حبيبي. أهلا كابتن. إزيك يا حبيبي عامل إيه؟ منورنا. حاجة كبيرة النهارده يا رجالة. حبيبي يا كابتن. يلا. كويس. يا رجالة. يلا. الحمد لله. كويس. أنا في رأيي أنا بحبه على المستوى الشخصي لسه بقول له يعني. فشخصية محترمة جدا، إنسان على خلق يعني ما شفناش من ساعة ما بدأ يظهر إنه عمل مشكلة. لا في نادي ولا مع جمهور ولا مع أي حد. فأنا بحبه على المستوى الشخصي بأمانة يعني. وحش افريقيا كنت تصد منه باللينات لو بيلعب. ده حظي. حلوه دي. ده حظي كويس. ايوه ان انا بطلت. لا بسم الله ما شاء الله عليه يعني سواء في الفاولات او ضربات الجزاء. واحلى حاجه فيه بقى الكره الارضيه اللي بيعملها سواء من الكره الثابته. لا حاجه ما شاء الله يعني جميله. وربنا يكرمك ويوفقك ان شاء الله باذن الله حبيبي. نروح دلوقتي علشان كالعاده كده لازم يبقى عندها تحدي. لاعب من هنا وصاد لاعب من هنا، واللي هيكسب في الاخر زيزو هيكون معاه في محاضره قبل الماتش. فهنروح للتحدي وهنسيب حراس المرمى مع كابتن اكرامي علشان اكيد بقى يعني زيزو بيدي معلومات هناك للمهاجمين عشان يشوطوا البلانات هيجيبوها جول ازاي، وكابتن اكرامي هيقول لهم يصدوا البنالتيات بتاعت زيزو ازاي. لا عايزك تاخد وقتك تمرنهم على قد ما تقدر عشان مفيش جون هيصد منه ضربه جزاء. اكيد طبعا. هو في حد من حراس الدرجه الاولى على مستوى مصر صد منك ضربه جزاء؟ هو توفيق. لا انا بتكلم ماشي. لا انا بتكلم تضيعها بقى تحطها بره ماشي، لكن تتصد لا. سلامه كابتن. يعني انا بامانه دي مش مجاملة ليك على فكرة. خلاص يلا بينا نروح على التحدي. يلا بينا زيد اتفضل. التحدي النهارده هو تحدي كروس بار تشالنج. 8 كور، 2 لعيبة، لاعب من كل فرقة. هيبقى كل لاعب عنده 4 محاولات ان هو يجيب الكورة في العارضة، واللي هيجيب كور أكتر في العارضة هو اللي هيكسب. يعني في كذا واحدة هتيجي في العارضة. ولا واحدة. بس قبل ما نبدأ عايزين نشوف نموذج. فالنموذج هنشوفه من الكباتن. كابتن كاس. من الكباتن الثلاثة. عايزين نشوف فوطه من كل واحد كده. ماليش في الحاجات دي. واحدة ورينا بس. واحدة بس. واحدة. يلا يا زيزو. أهم حاجة ما تعملوش زيي. عايزين 2 لعيبة، لاعب من كل فرقة. اوه هاي اللي رفعت. ركز يا عمر. حلوة. عمر لو جبت دي تكسب. ركز. هاي لا رفع. عاش يا عمر. كده زيزو مع طارق السيد في المحاضرة وكابتن أحمد الكاس. أخذ الفرقة بتاعتي وأمشي. يلا. لا الملعب ده الملعب.